الأربعاء، التاسع والعشرين من شهر يناير لعام 2020، برج الحمل. مهنياً، تسير اليوم في طريق العمل المثمر والناجح، وتهيئ الإعدادات الضرورية والوسائل اللازمة لمتطلباته. عاطفياً، تعيش الحب بكل جوانبه، وكأنه عالم ساحر حيث ينقلك إلى الهدوء العاطفي والأحلام الوردية وحسن التعامل مع كل الأشخاص الذين تصادفهم هذا اليوم. برج الثور. مهنياً، تظن أنك فعلت كل ما عليك لتكون ناجحاً، ولكن المقارنة بين وضعك المهني الذي أنت فيه وطموحك يثبت أن عليك الكثير لتعمله. عاطفياً، العازب، تخف جذوة الحب وتستقر عاطفتك وتنشغل بتأمين مستقبلك دون إعطاء الأهمية لرأي الحبيب. المتزوج، تكون في أمس الحاجة للشريك ليكون بجانبك في أمر طارئ، ولكنه يكون منشغلا عنك بأمور هامة. برج الجوزاء. مهنياً، احذر اليوم من الأحلام والأوهام التي تقودك إلى المغامرة والمجازفة المهنية الغير معروفة النتائج. عاطفياً، العازب، يحاول بعض أفراد الأسرة إقناعك بالارتباط بمن لا تحب، وربما توافق نتيجة انتظارك الطويل لمن أحببت بدون جدوى. المتزوج، تعيش حالة الضياع والشتات وتكون دائما انفعالي ومتقلب المزاج وتبحث عن أي شيء كي يعيد التوازن إلى حياتك. برج السرطان. مهنياً، قد تكون اليوم أمام موضوع يتطلب منك التركيز وملاحظة أدق الأمور كي تستطيع من خلاله الوصول إلى أمر عملت من أجله الكثير. عاطفياً، حبك للامتلاك ومحاصرتك للشريك أو الحبيب في كل حركاته تضعف قوة وحلاوة علاقتكما العاطفية. برج الأسد. مهنياً، تتجاوز بعض الصعوبات والعراقيل التي تقف عائقاً أمام طموحك بمساعدة أحد الأصدقاء، وتبدأ بقطف ثمرة كفاحك وصبرك. عاطفياً، العازب، تفتح أبواب الحب والسعادة بقوة وتضع حداً لكل الأزمات العاطفية التي مررت فيها سابقاً. المتزوج، يقف الشريك معك بدون حدود في أزمة مفتعلة من بعض الأقرباء ويستطيع إزالة آثارها. برج العذراء. مهنياً، يكون اليوم أمامك مجموعة من الخيارات العملية التي تحسن وضعك المهني والتي تتطلب منك الدقة والذكاء قبل اتخاذ قرارك. عاطفياً، تعيش اليوم الغرام المتجدد مع الشريك أو الحبيب وكأنك تقع في الحب لأول مرة، وتعاهد الطرف الآخر أن تحافظ عليه من غدر الإنسان والزمان. برج الميزان. مهنياً، مصلحتك اليوم هي في التأقلم مع المجموعة التي تعمل معها والاستفادة من أفكارها وتجربتها. عاطفياً، قد يصارحك الحبيب أو الشريك اليوم بأخطاء ارتكبها بحقك عن حسن نية، فتقدر له صدقه وتسامحه وتبدأ معه صفحة جديدة من الحب والإخلاص. برج العقرب. مهنياً، حاول الحفاظ على هدوئك في حل مشكلة عابرة مع أحد الزملاء، لأن الجميع ينظر إإلى طريقة تعاملك معها. عاطفياً، تكون اليوم علاقتك مع الحبيب أو الشريك في مستوى رائع من التفاهم والحب، إلا أنك تشعر بالوحدة والضياع العاطفي وعدم الرضا. برج القوس. مهنياً، مصلحتك تتطلب أن تحسم مجمل القضايا المطروحة أمامك وأن تتخذ قرارات تتعلق بمستقبلك العملي حتى ولو كانت بالغة التعقيد. عاطفياً، تعيش مشاعر عميقة وأجواء رومانسية، ويلعب الحبيب أو الشريك دوراً مهماً في خروجك من أزمة تعرضت لها سابقاً.
برج الجدي. مهنياً يبتسم الحظ وتحصل على أموال لم تكن تتوقعها، تستفيد منها في شراكة عمل مع أحد الأصدقاء. عاطفياً العازب، تكون علاقتك مع الحبيب في مستوى رائع من التفاهم والحب، إلا أنك تشعر بالوحدة والضياع وعدم الرضا. المتزوج، ربما تستمتع باللعب بعواطف وأحاسيس الشريك وتدعه يشعر بالغيرة القوية، وهذا لعب بالنار. برج الدلو. من مواليد هذا البرج في مثل هذا اليوم الفنان رياض الخولي والفنان عبد العزيز مكاوي والفنانة فاتن أنور وموزع وملحن أشرف محروس والفنانة ياسمين الهواري ومقدمة البرامج أوبرا وينفري. مهنياً، قد تتخذ قرارات متسرعة وقاسية كرد فعل لمواقف تعرضت لها من البعض، كن هادئاً واكبت غضبك حتى لا تعرض مصالحك للخطر. عاطفياً، قد تقرر اليوم مع الحبيب أو الشريك دراسة مكامن الخلل في علاقتكم العاطفية لتضع الحلول المناسبة كي تكون أكثر قوة. برج الحوت. مهنياً، تستفيد اليوم من عملك المهني للقيام بإنجاز إنساني من أجل المجتمع والخير العام، وترضى عن ذاتك ونفسك وتشعر بالراحة النفسية. عاطفياً، حياتك العاطفية الغير متوازنة وخطها البياني المتذبذب اليوم تأخذك إلى التوتر، استعمال العقل وتقديم بعض التنازلات يضعك على الطريق الصحيح.